لا يزال التضخم يلتهم اقتصاد الدول حول العالم واحدة تلو الأخرى، وكانت بولندا من المحطات التي مر بها، متسبباً في ارتفاع حاد في الأسعار. أزمة كبيرة يواجهها المستهلكون البولنديون، حيث يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم نتيجة ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن. وتواجه الأسر ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية والطاقة على وجه الخصوص. وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء البولندي التي تم إصدارها مؤخراً، بلغ التضخم نحو 18.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 26 عاماً. لترتفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغير الكحولية بنسبة 24% إلى مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، لتشهد بولندا ارتفاعاً في معدل سرقة الطعام والمواد الغذائية. في رأيي لا يزال التضخم الحقيقي أعلى مما يخبروننا به. تقول الإحصائيات شيئاً، ولكن الحقيقة تقول شيئاً آخر. الأسعار مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للطعام مؤخراً. على سبيل المثال، بالنسبة للطماطم، في الوقت الحالي يتعين عليك دفع حوالي 20 زلوتي للكيلو، بينما كان السعر العادي حوالي 12 زلوتي. ونفس الشيء بالنسبة للفلفل، لقد ارتفعت أسعاره إلى 30 زلوتي للكيلو أو شيء من هذا القبيل. هذا شيء لم أره في حياتي. وقفزت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 22.7% في فبراير الماضي، ولا زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أوروبا، وفاقمت أسعار الطاقة والغذاء، تاركة الأوروبيين في مهب رياح التضخم الجارف.